ما هو تأثير المذاهب الأربعة على فرقة المسلمين أو جمع كلماتهم؟ وهل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين؟ المذاهب الأربعة مذاهب علماء، أربعة علماء تفقهوا في الدين وعلموا من اتصل بهم، أبو حنيفة ومالك بن ثابت ومالك بن أنس الأصبحي ومحمد بن زيد الشافعي وأحمد بن محمد بن محمد الشيباني. هؤلاء علماء اشتهروا ولهم فقه ولهم علم واسع ولهم أتباع وأصحاب اشتهروا وسميت المذاهب الأربعة. ولا يلزم أحد من اتباع واحد معين، لا، يلزم المسلمين اتباع الحق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الأربعة من بقية العلماء كإسحاق بن راهوية زاد الثوري والأوزاعي زاد العيينة وغيرهم من أئمة الهدى، على جميع المسلمين أن يكون مثلهم، يعني يتبعوا الحق ويسألوا عن الحق وينظروا في الحق ويتعاون مع علماء زمانهم في اتباع الحق، وهو اتباعه ما دل عليه القرآن أو دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس يلزم زيد أو عمر أن يكون حنبليا أو مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو ثوريا أو أوزاعيا، لا، الواجب اتباع الحق، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن يوجد من أتباع هؤلاء الأربعة ومن غيرهم من يتعصب حتى يسبب الفرقة، المتعصبون الذي يقولون لا شيء صحيح لما قاله ابو حنيفه، ولا خلوا يقولون لا الصواب مع مالك، ولا خلوا يقول الصواب مع الشافعي، ولا خلوا يقول الصواب مع محمد، هذا غلط، هذا هو الذي يسبب فرقه تعصب. اما اذا تعاون خير ونظروا في ما قاله هؤلاء العلماء واتبعوا الحق من اقوالهم وتركوا المرجوح من اقوالهم، هذا هو طريق الهدى وهذا هو طريق الجماعه. ما يتعصب الحنفي للحنفي والمالكي للمالكي والشافعي للشافعي والحنبلي للحنبلي والاوزاعي للاوزاعي والظاهري للظاهري، لا، هل يكون الهدف يكون الهدف يجب ان يكون الهدف اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه فيما جاء به من العلم والهدى. اذا تعاون المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي وغيرهم يتعاونون على فهم كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع الحق، ولا يتعصبون، لا يتعصب هذا لشيخه او هذا لمذهبه او هذا لفلان او فلان، لا، الواجب ان يكون الكتاب والسنه فوق الجميع وان تكون نيته صالحه وان يكون الهدف والحرص على موافقة الحق الذي جاء به كتاب الله وجاءت به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سواء كان وافق مذهب الشافعي أو وافق مذهب أحمد أو وافق مذهب مالك أو وافق مذهب الحنفية، وهذا قال كلام العلماء. العلماء أنفسهم يقولون هذا، لأن الأربعة يقولون لا تقلدونا وخذوا من حيث أخذنا. أحمد يقول ذلك، مالك يقول ذلك، الشافعي يقول ذلك، أبو حنيفة يقول ذلك، غيرهم ينهون عن تقليدهم وينهون عن اتباع ما قالوا بغير دليل وبغير حجة، ويقولون أتباعهم ينظروا في الأدلة ويتبعوا الأدلة ويأخذوا بالحق ويقولون إذا خالف قولنا ما جاء في الكتاب والسنة فدعوا قولنا، اتركوا قولنا، خذوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقولون رحمة الله عليهم، هم نصحوا للناس، ولكن بعض الأتباع من جهلهم تعصبوا لهم بغير حجة وبغير دليل حتى فرقوا دينهم ومروا بالناس. نعم. الوحدة المذاهب هذه تنبط منها ممكن، هذا مستحيل، هذا من المستحيلات.